السلام عليكم، أهلا بكم في سلسلة الفري ايفنتس. لو الصوت واضح أستأذنكم بس تكتبوا لي إن هو واضح أو رقم واحد. جميل جميل، واضح إن الصوت واضح. طيب إن شاء الله النهاردة إحنا بنتكلم في موضوع كان في ناس كتير طلبوه، وأكتر من مرة يعني طلبوا إن هم عاوزين يعرفوا الفرق بين الريلايبيليتي انجينير والمينتننس انجينير ريسبونسابيلتيز، كل واحد مسؤوليته ايه وبيعمل ايه. يعني للاسف انا اتعاملت كتير مع يعني في شغل كتير في فيلدز ومصانع وكده وشركات، بيبقى في مشكله ان هم مش عارفين دي مسؤوليه مين دي مسؤوليه مين، وهل في تداخل بين المسؤوليات ولا لا. وطبعا ده بيعتمد اعتماد كلي على حجم المؤسسة، بيعتمد اعتماد كلي على حجم المؤسسة. في الحقيقة هو ربنا يبارك فيك، يعني وليد بيقول يعني كنا محتاجين الموضوع ده بشدة، فاحنا ان شاء الله بإذن الله هوضحه لكم. لكن اللي انا عاوز اوضحه قبل ما اتكلم ان احنا عندنا في خلل في حتة المينتنانس نفسها، يعني احنا عندنا خلل في الحتة بتاعت المينتنانس. يعني في كل المهندسين او الناس فاهمة ان موضوع المينتنانس اللي احنا بنفك ونركب، واللي احنا لما الحاجة تتكسر نروح نصلحها، ويبقى احنا عندنا كرو او مجموعة من العمال او الكرافت اللي احنا بننزل بيهم ونشتغل بيهم في المواقع والكلام ده، دول بتوع المينتنانس. في الحقيقة يا جماعة اللي بيقوم بالكلام ده كله ده فعلا ده يعني كوتش او سوبرفايزر او مينتنانس سوبرفايزر، لكن مش هو دي وظيفه الريلايبيليتي والمينتنانس انجينير. يعني الفكره ان احنا عندنا في خلل حتى في الشركات، لدرجه ان ساعات هم مثلا بيجيبوا مثلا يعني بلانر، مثلا حد بيعمل بلاننج وسكادجولنج للمينتنانس، وتلاقي مثلا معاه مثلا 100 عامل بيعمل لهم بلاننج وسكادجولنج. طبعا كل الكلام ده محدد بأرقام، يعني البلانر مثلا لازم يكون معاه مثلا 15 واحد فقط طبقا للمينتنس اكسلنس او الورد كلاس او طبقا للبيست براكتس اوف مينتنس، هو 15 واحد بس المفروض يكون معاه. يعني ف يعني انا بنصح الناس كلها، طبعا انا عارف ان معظم الناس هنا اللي حاضره كلها، انا بتاكد بس هل طبعا كل الناس الموجوده هل فينا طلبه ولا كله مينتنس وريلابيلتي انجينير؟ يعني الناس اللي حاضره كلها عندها فكره عن مينتنس، فكل واحد يقول لي بسرعه كده هو ايه، يعني شغال ايه، شغال مينتنانس، شغال طالب، ريلايبيليتي. طبعا وحاجه كويسه جدا، طبعا انا شايف ان ايه معظم الناس، انا عاوز اعرف بس يعني اكتبوا لي كده مين اللي شغال، مين ايه مينتنانس، ايه شامل يعني الناس الموجوده ايه. طيب هو إيه؟ طبعا هي الاكثريه بالنسبه لي اللي انا شايفه دلوقتي ان هم ناس شغاله في الاوبريشن والمينتنانس، وده شيء كويس كويس، والناس كلها شغاله في معظم المينتنانس، في طلبه قليلين بس معظم الناس شغاله في المينتنانس والريلايبيليتي، كويس جدا، ده كلام كويس. الفكره في الحقيقه الفكره في الحقيقه، طبعا انتوا كلكم بتعرفوا نفسي، طبعا انا عارف ان الناس هنا معظمها عارفاني، وطبعا انا اصلا بدي الايفنتس دي يا جماعه عشان بس اتكلم عن نفسي، لاني انا مش لاقي مكان سوري انا عملت ميوت بغير ما اخد بالي، انا اسف، انا عملت ميوت من غير ما اخد بالي. الفكره ان في ناس احنا قاعدين بقى في يعني قاعدين كده في البيت وبتاع، فما فيش مش لاقي حتى اتكلم فيها عن نفسي، فانا بستغل هذه الايفنتات اللي انا بتكلم فيها عن نفسي يعني. فطبعا انا الناس كلها معظمها هنا عارفاني، بس لو في حد مش عارفني انا مين او عاوز يعرف يعني مين اللي بيتكلم او مين الشخص دوت، هو ممكن يكتب على جوجل ياسر شعبان اسمي يعني، وبحيث ان هو يعرف يعني انا شغال ايه وبعمل ايه والكلام ده كله. طبعا انا كل حياتي اصلا او كل خبرتي في موضوع المينتنانس ريلايبيليتي، والدكتوره بتاعتي في المينتنانس ريلايبيليتي حبيبي ربنا يحفظك، والدكتوره بتاعتي في المينتنانس ريلايبيليتي، واشتغلت في مشاريع كتيره يعني خاصه في مطبقه حتى في شركات طيران وكده في موضوع المينتنانس ريلايبيليتي. الدكتوره بتاعتي في 2014 جامعه مونتريال، وكل ابحاث تقريبا في موضوع المينتنس ريلايبيليتي. المهم يعني عشان انا ما اتكلمش عن نفسي اكتر من كده،
انا بتكلم في ناس هنا طبعا معانا هنا طلبه، وفي ناس هنا معانا مهندسين مينتننس، وفي معانا مهندسين ريلابيلتي. فانا طبعا بسرعه كده بقول للناس كلها الفرق الاول حاجه بين كلمه المينتننس والريلابيلتي. المينتننس يا جماعه هو عباره عن اكشن، المينتننس هو عباره عن اكشن. اكشن الغرض منه ان انت تكيب، يعني تحافظ او تخلي الاسيت شغاله في كونديشن بروبر كونديشن، يعني في كونديشن مظبوطه. هو ده معنى معنى المينتننس. فالمينتننس هتلاقي حتى فيها كلمه اولها هتلاقي فيها فيرب مينتين، يعني الفيرب هنا في اوله هتلاقي اولها فيرب مينتين هنا في الاول خالص، سوري، هتلاقي فيرب مينتين. فانت يعني ايه مينتين ديت؟ يعني هي مقصود بيها انك تكيب او تمينتين او تحافظ او بريسيرف، او بريسيرف الاسيت في بروبر كونديشن، ان بروبر كونديشن. الصوت طبعا الصوت واضح يا جماعه ومظبوط بالنسبه لكم، يعني صوتي واضح، الصوت واضح بالنسبه لي، الصوت واضح، صوتي واضح كويس، يعني كلامه واضح جميل. طيب مليح بالزاف، بالزاف دي فيصل انت، بالزاف دي انا عارفها، دي تونسي دي صح؟ بالزاف دي انا عارفها صح؟ ماشي بالزاف. حبيبي حبيبي حبيبي. طيب انا كل اصحابي كانوا توانسه اصلا، كنت عايش في مونتريال، فكل اصحابي في اصحاب توانسه كتير. المهم يعني ان ايه، ان احنا بنحاول منتين او نكيب الاسيت، نكيب الاسيت ان بروبر كونديشن. طبعا الـ 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 الهدف من المينتننس دي، احنا بنعمل المينتننس دي ليه؟ ليه بنعمل مينتننس؟ احنا بنعمل المينتننس عشان نسستين او نحافظ على حاجه اسمها الريلابيلتي. وكلمه سستين دي معناها ان انت مش بتزودها، لكن انت بتحافظ عليها، بتحافظ على الريلابيلتي بتاعه الاسيت بتاعتك، وبتحاول تعمل امبروف للافيلابيلتي. طبعا انا قلت الكلام ده مش عاوز اعيد الكلام تاني، انا مش جاي النهارده اعرف ان الريلابيلتي والافيلابيلتي، لكن احنا في المينتننس ما بنرفعش المينتننس اكشن، ما بيرفعش الريلابيلتي، وده خطا شائع وخطا موجود كبير في المجال المينتننس والريلابيلتي. ودايما لما انا بقعد في ميتنج مع ناس بيكونوا فاهمين ان المينتننس بترفع الريلابيلتي، وده خطا. المينتننس ما بترفعش الريلابيلتي، المينتننس بتسستين الريلابيلتي. الناس اللي معايا هنا لازم تفهم ان الريلابيلتي ديت هي حاجه في الديزاين بتاع الاسيت، يعني هي مصنعه لا اما هاي ريلايبل لا اما لو ريلايبل، يعني هي لا اما تقدر تعتمد عليها وتقدر تعتمد عليها او ما تقدرش تعتمد عليها، تقدر تثق فيها او ما تقدرش، تقدر تعول عليها او لا تعول عليها. هو ده معنى كلمه هاي ريلايبل. فالريلايبيلتي هو شيء بيكون داخل الاسيت نفسها، جايه بيه، مصممه بيه. الريلايبيلتي بتاعت الاسيت اتريبيوتس، يعني اتريبيوتس يعني خاصيه جواها، وبتكون حاجه متصممه بيها. زي مثلا لما اقول مثلا عربيه مثلا تويوتا كورولا ديت هاي ريلايبل مثلا، يعني لما اقول مثلا العربيه ديت هاي كواليتي، يعني هي بتقدم لي شويه حاجات ظريفه، اير كونديشننج كويس، فول كونسامبشن كويس، لكن هي مش ريلايبل. طبعا في فرق كبير بين الريلايبيلتي والكواليتي، والناس اللي هي مش ترى عايز تعرف الفرق ممكن ترجع لفيديو قبل كده انا عامله بنتكلم فيه عن الفرق بين الريلايبيلتي وبين الكواليتي. لكن لازم نكون فاهمين ان الريلايبيلتي هي 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 حاجه خاصه بيه، حاجه خاصه بيه الايه الاسيت بتصنع فيها. يعني ما تقدرش تتغير الريلابيلتي الا لما تعمل ريديزاين للاسيت دي. اوضح لك الكلام ده كله دلوقتي. الريلابيلتي بسرعه كده تعرفها، هي عباره عن هي قدره او 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 ابيليتي بتاعه الاسيت ان هي تقوم حاضر حاضر هو بيقول لي ازاي ازود الريلابيلتي، حاضر. الريلابيلتي هي القدره بتاعه الاسيت ان هي تقوم بمهمه هي مكلفه بيها لوقت معين في ظروف معينه. اقول لك مره، هي عباره عن ability او عباره عن ability او احتمال ان هي تقوم بمهمه معينه، تقوم بمهمه معينه لوقت معين في ظروف معينه. هو دي معنى كلمه ظروف معينه. لو انت بصيت هنا هتحط قبلها بس حاجه من اثنين، لا اما ايه تقول ايه ability او probability، يعني احتمال ان هي تقوم دي يعني فانكشن لوقت تايم معين في ظروف معينه، انفايرمنتال معينه او كونديشن معينه. هو ده تعريف الريلايبيليتي. الريلايبيليتي هي عباره عن بروبيليتي، يعني دايما قيمتها بتتراوح بين الصفر والواحد، ودايما الكيرف بتاعها بيبقى ظريف كده، عامل حاجه زي كده، يعني يبقى هنا عند الصفر دايما بواحد، دي الريلايبيليتي، ومع التايم بيمشي كده مع التايم.
الى ان يصل الى الزيرو، ممكن بس للزيرو في الملا نهايه اللي هي عمرها انفينيتي، او يصل للزيرو بسرعه وهكذا. طول ما انت بتعمل صيانه في اوقاتك، انت كده بتحافظ على الكيرف اللي هي مصممه عليه، لكن انت ما تقدرش تركب كيرف تاني للاسيت دي الا لما تعمل ريديزاين. يعني انت لو انت عاوز ترفع الريلايبيليتي، يعني تمشي كده مثلا على الكيرف ده، عشان تعمل الستيب دي لازم تعمل ايه؟ ريديزاين. هو ده المعنى بتاع الريلايبيليتي، يعني لازم تغير في الكومبوننت بتاع الاسيت بتاعك. تعريف الريلايبيليتي لها تعريف تانيه كتير، وتعريف رياضيه طبعا، بس انا مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي، لكن هي بيعبروا عنها بان هي السرفايفل فانكشن، او هي قد ايه عايش. يعني زي ما يكون انت كده عندك ايه 100 اسيت، وال 100 اسيت دول في 40 منهم يقعوا بعد سنه، فتفضل لك 60، فتقول ان الريلايبيليتي بعد سنه للايه للاسيت للبلانت بتاعتنا هي 60%، يعني ايه 40% منهم وقعوا و60% شغالين، بيسموها السرفايفل فانكشن. افضل تعريف للريلايبيليتي، او التعريف اللي هو المحترم، هو التعريف بتاع الاي اس كيو اللي هو الامريكان سوسايتي اوف كواليتي، اللي انا لسه قايله حالا دلوقتي، ان هي عباره عن احتماليه ان هي تقوم بمهمه معينه في الوقت معين تحت ظروف معينه. هو ده. حتى ساعات بيجي سؤال في الامتحانات بتاعت الايه الريلايبيليتي والمينتنس، ان هو يسال يقول له الريلايبيليتي انكلود ايه، فيقول له انكلود ان هي probability، وان هي function، وان هي فيها time، وان هي فيها environmental او specific condition. هو ده معنى كلمة reliability، او هو ده التعريف الايه الاشمل للreliability. كده احنا عرفنا maintenance reliability. معظم الناس بتشوف maintenance يعني ايه، يقول لك انا هعمل صيانة، يقول لك انا بعمل صيانة للمحمول، انا بعمل صيانة مش عارف المواتير المية. فموضوع الصيانة هو دايما متشاف يعني واضح للناس، عارف زي كده ايه، زي بالظبط كده الفرق بين مهندس الميكانيكا والكهرباء. تلاقي المهندس الميكانيكي كل حاجه بتاعته تلاقيها ايه، شايف الميه وهي ماشيه، شايف السبرينكلر، شايف البايب لاين، شايف الترباين، مش عارف ايه، يعني بتحس ان هو قريب شويه فيزيكال. بتاع الكهرباء مش شايف الكرنت، مش شايف الفولتج، فتلاقي دايما في خلل. بتوع المينتنس ريلايبيليتي، ان بتوع المينتنس شايفين كويس الحاجه اللي بيعملوها، اما بتوع الريلايبيليتي مش شايفين الريلايبيليتي، مش شايفينها بعينيهم يعني. فالريلايبيليتي بصراحه هي لا ترى الا في حاجات معينه، يعني عارف كده ايه، يقول لك ايه، انا شايف، انا بشوف فيك الاخلاق الحميده. يعني بيشوف فيك الاخلاق الحميده يعني ايه؟ يعني بشوف فيك الصدق والامانه والمساعده. انت بس انا ما يعني يقول لي كده عرف الاخلاق، يعني فين الاخلاق اللي انت شايفها؟ بس انت شايفها في حاجه. فالريلايبيليتي بتتشاف فين؟ بتتشاف في الافيلابيليتي، ان الحاجه متاحه، في استمراريتها، في ان هنا بعتمد عليها، في الكواليتي، في تغير الكواليتي حسب التايم. يعني طول ما الكواليتي بتاعتي مستمره فتلاقي ان ده حاجه ريلايبل. طول ما العربيه بتاعتي التكييف بتاعها مستمر بيديني هواء ساقع ظريف وانا مبسوط، معناها ان هو ريلايبل. طول ما هو الفيول كونسامبشن قليل، فده معناها ان هي ريلايبل. غير يعني دايما الكواليتي لما بتكون ثابته دي معناها ان هي مور لايف. كل ما الكواليتي بتاعتي تبقى دايما ثابته على وقت اكتر، فده معناها ان هو اير لايف. فالريلايبيليتي بتتشاف فيه، يعني انت ممكن تشوفها فيه حاجه. عشان كده معظم الناس بتبقى عندها ايه تحفظ شويه على موضوع الريلايبيليتي، ان هي مش شايفاها. طيب الريلايبيليتي واضح كده ان هي حاجه جوه الاسيت، صح؟ يعني حاجه جوه الاسيت، في حين ان المينتنس هي حاجه يعني ايه تكنيك او تكتيك او حاجه انت بتعملها اكشن. فتلاقي دايما الكلام الظريف بيقول لك ان الريلايبيليتي ديت هي فعلا حاجه اتريبيوت في الديزاين، في الديزاين بتاع الاسيت. وكل ما الريلايبيليتي تزيد طبعا بنمينمايز المينتنس كوست، وبنخلي الاسيت بتاعتنا ريلايبل. الريلايبيليتي بقى عباره عن ايه؟ شيء استراتيجي جوه الاسيت. اما المينتنس هو تكتيك او تاكتيك، يعني عباره عن اكشن بيتعمل. والكلام اللي انا بقوله لازم نكون احنا فاهمين ان احنا ما بنقدرش نعمل امبروف للريلايبيليتي بالمينتنس. يعني مينتنس دازنت امبروف ريلايبيليتي، ات جاست سستين ات. الكلام دوت لازم يبقى احنا يعني لو انت شغال في المينتنس او شغال في الريلايبيليتي لازم الكلام تبقى انت عارفه كويس. لاني انا بقعد مع ناس مينتنس مانجر وبيقولوا لي ان لما احنا بنعمل مينتنس كتير بنزود الريلايبيليتي. طبعا كلام فيك وكلام لا يعبر عن اي علم، لان زي ما وضحت لك لا تستطيع انك انت تركب على كيرف غير الكيرف اللي هي مصممه عليه. يعني انا عندي هي مصممه على الكيرف ده، فانت بتحاول تسستين بالمينتنس على الكيرف ده. لو انت اهملت فهي هتاخد الكيرف ده، هتنزل كده على طول. فانت
فانت بالمينتنس بتاعتك انت بتسستين، بتحاول او بريسيرف الكيرف اللي هو بتاعها اللي هي مصممه عليه. يعني انت من الاخر لو انت عندك عربيه مثلا، والعربيه ديت مثلا عربيه مثلا صيني مثلا، وهي مثلا يعني مش ريلايبل قوي زي ما بيقولوا يعني كده يعني، وانت عاوز تخليها مور ريلايبل، فانت ممكن تغير السسبنشن بتاعها فتخليها مور ريلايبل. فانت لما تغير الديزاين فانت هتبقى انت كده هترفع، هتروح لكيرف اعلى من ده، يعني كيرف فوق ده او فوق ده كمان. زي الناس بالظبط اللي بتجيب عربيه وتسقط لها مواتير، بتجيب عربيه وتغير لها سسبنشن، بتجيب لها عربيه وتغير فيها اجزاء كتير في مثلا في اي حاجه يعني، بس بتحاول بقدر الامكان ان هي بتخلي العربيه بتاعتها مور رايب مور لايب. لكن في عربيات بتيجي هي الريلايبيلتي بتاعتها عاليه لوحدها. اهمال الريلايبيلتي، اهمال الريلايبيلتي، اهمالها اهمالها بيدمر حاجات كتير. يعني انت عندك مثلا في الثمانينات، في الثمانينات على العربيات الياباني اقتحمت السوق الامريكي لانها هاي ريلايبل، وفي حين ان العربيات الامريكاني اعتمدوا اكتر على الضخامه والشكل والقوه ولم يعتمدوا على الريلايبيلتي. فالكاستمر بيدور على الشيء الريلايبل اكتر. حتى تلاقي الناس معظمها تقول لك ايه، انا الغالي ثمنه فيه، او اشتري حاجه تعيش معاك، والكلام اللي انت عارفه اللي هو الامثال الظريفه دي. فتلاقي ان معظم يعني اكثر مبيعا في العالم هتلاقي تويوتا كرولا. ليه؟ عشان انا بقول لك ان هي ذا مور ريلايبل، ذا موست، او ذا موست ريلايبل كار ان ذا وورلد، يعني اكثر عربيه ريلايبل. العربيه انت كل انت ما تيجي تركب العربيه انت عندك احتماليه كبيره ان هي هتدور وهتمشي بيك وهتوصلك للمكان اللي انت عاوزه. وكل ما تفكر والريلايبيلتي بتاعتها بتبقى سستينبل اكتر من اي عربيه تانية. يعني العربيه دايما متاحه، دايما لما بعوزها لا بلاقيها، الكواليتي بتاعتها ما بتقلش مع الزمن كتير. زي ما انا يعني كل الكلام اللي انا قلته دوت لو انت ترجمته لكلمه افيلابيلتي بقى ومنتابيلتي وديورابيلتي والكلام الظريف دوت وكواليتي اوفر ذا تايم، هتلاقي ان هو معنى كلمه ريلايبيلتي. طيب المهندسين بقى اللي هو بتوع المينتنس والريلايبيلتي، ايه وظائفهم؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني مهندس المينتنس كده بيعمل ايه ومهندس الريلايبيلتي بيعمل ايه؟ مهندس المينتنس هو في الحقيقه هو مرتبط بالاكشن اكتر، يعني مرتبط بالاكشن. يعني هتلاقيه دايما بيفالويت، يقول لك ايه ايفالويتنج البريفنتيف مينتنس اكشن افكتيفنس. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ معناه ايه اكشن بريفنت؟ يعني ايه الكلام ده؟ طبعا انا دلوقتي مش بصدد ان انا اشرح الفرق بين البريفنتيف مينتنس والبروتكتيف مينتنس والكلام ده كله، لكن المينتنس افكتيفنس ببساطه احنا عملنا قد ايه بلاند مينتنس على التوتال ورك، يعني قد ايه احنا بنعمل حاجه مخطط ليها على كل انواع المينتنس. طبعا المينتنس افكتيفنس بتاعتنا لازم يعني طبقا للبيست براكتس يعني بتكون في الرينج ده، حوالي 85% ل 90%، لان هو ده البلاند ورك، ده البلاند بتاعنا اللي احنا لازم نبقى في الرينج ده. لان عاده في من 10 ل 15 بيبقوا ان بلاند اللي هم بيكونوا خارجين عن ارادتنا، بريك داونز وان بلاند وامرجنسي مينتنس والكلام ده، والكلام ده كله بيبقى موجود طبقا لحاجه اسمها البيست براكتس، يعني دي افضل حاجه وصلنا لها. مهندس الصيانه هو بتاع الاكشن ده بقى، يعني هو اللي بيعمل الحاجات الظريفه دي، اللي هو ايه، بيعمل بريفنتيف مينتنس، ان هو بيعمل ديفلوب للبريدكتيف مينتنس. طبعا بريدكتيف مينتنس تكنيكس، بص تكنيك يعني مرتبط دايما بالتكنيك بالبروسيدرز، مرتبط دايما بالاكشن. هتلاقي كل شغله في فيرب وفي حركه، زائد طبعا ان هو بص بيرفورم كونديشن مونيتورنج، بيعمل كونديشن مونيتورنج. ايه الكونديشن مونيتورنج دي؟ احد انواع الايه المينتنس، زي بالظبط البريدكتيف مينتنس، ان هو بيبقى بيزد على الكونديشن، بيراقب الحاجه بيزد على الكونديشن، بيحط سنسورز. برضه بيساعد، بيخش في الاكويبمنت تيستنج، بيعمل تيستنج، وان كانت هي دي برضه بتاع الريلايبيلتي بيعملها، بس دي حاجات من الحاجات المتداخله الاثنين ممكن يعملوها. بروفايدنج البريفنتيف مينتنس والبريدكتيف مينتنس والكوركتيف مينتنس. طبعا انا عارف الناس هنا اكيد فاهمه الفرق بينهم لانهم كلهم شغالين في المينتنس. البريفنتيف مينتنس هو بيحاول يمنع الفيلير قبل وقوعه عن طريق سكادجول. البريدكتيف مينتنس ان هو بيتنبأ عن طريق الهيلث او الكونديشن بيزد. الكوركتيف مينتنس ان هو بيتركها ان هي يحصل لها بريك داون وبعد كده بيغير، يعني فيكس ات وين اتس بروكن، بنصلحها لما تتكسر. كل الكلام ده هو بيعمل، بيقدم ديتا وبيعمل اوبتمايزنج والكلام ده كله برده من شغل الايه المينتنس انجينير. بيرفورم كونتينوس ايفالويشن، دايما بيعمل ايفالويشن للسكيلز بتوع الناس اللي معاه عشان هو بيعمل لهم تريننج للكرافت والكرو والكلام ده كله.
بيرفورمانس دايما برضه بيعمل بيختار الاسيت اللي احنا نعمل لها ريلايبيلتي سنتر مينتنس. طبعا انا عارف ان في ناس هنا مش عارفه يعني ايه ريلايبيلتي سنتر مينتنس، لكن هي نوع من انواع المينتنس اللي بيعتمد على في جزء يعني بيبقى فيه شويه بريسيرف الفانكشن، وبيدور على المود بتاعت الفيلير، وبيدور على الامباكت بتاع الفيلير، وبيعمل ساستين او بياخد اكشن لل اكشن للريبليسمنت او اكشن للمينتنس. فالار سي ام هي حاجه ليها بيلرز، ليها بيلر، ليها اربعه بيلرز، وليها سبع اسئله بيتسالوا، وليها تسع بروسيس. ديت حاجه اسمها يعني ده موضوع لوحده اسمه ريلابيلتي سنتر مينتنس. والريلابيلتي سنتر مينتنس هي ساعات يعني هي خاصه اكتر بالريلابيلتي انجينير. طبعا المينتنس بيخش فيها انجينير، لكن الريلابيلتي بيخش الانجينير برضو بيخش فيها. من الحاجات برضو اللي في المينتنس ان هو بيعمل شويه حاجات تكنيكس معينه، زي مثلا التكنيكس ديت عشان التكنيكس عشان تزود عمر المنتج، انكلودنج السبيسيفيكيشن بتاعت لاي حاجه، اي معده جايه جديده، او لو معده مثلا جت وتعمل لها ريبيلت، او معده جت وتعمل لها عمره او كده ورجعت تاني التشغيل. موضوع الانستليشن برضو وبرضو خاص بيه. بيعمل فيلد بارت اناليسز، اي اناليسز فيها مش يعني حصل لها بارتس حصل لها فيلد بيعمل لها اناليسز. بيعمل حاجه اسمها روت كوز اناليسز، ودي برضو حاجه مشترك فيها الريلايبيليتي مع المينتنس. الروت كوز اناليسز ديت يعني هو بيدور على الكوز جاي منين. طبعا في تولز كتير، يعني حاجه اسمها فايف ويز، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجه اسمها باريتو، وحاجات باريتو موديل، في حاجات كتير قوي بتعمل بيها روت كوز اناليسز يعني ظريفه، وفي حاجه اسمها فيشبون، وشويه حاجات كده ظريفه وتولز بتعمل حاجات اسمها روت كوز اناليسز، ممكن عن طريقها تعرف المشكله جايه منين. حته الريبيلد سيرتيفيكيشن والفيريفيكيشن، لو انت عندك مكنه وتعمل لها عمره او تعمل لها صيانه، هو اللي بيحدد امتى تشتغل المكنه دي، او بيديها سيرتيفيكيشن او فيريفيكيشن ان هي ترجع تشتغل تاني، لان هو اللي يكون عمل لها صيانه، يعني هو المسؤول عن الكلام ده كله. زائد برضو في حته مهمه جدا اللي هي الريكرنس كنترول، اللي هو لو انت عندك خلل بيحصل على طول في نفس المكان او عطل متكرر. كلمه ريكرنس كنترول يعني التحكم في الاعطال المتكرره، في عطل بيحصل متكرر، فهو لازم يدور العطل ده جاي منين. طبعا لو انت بصيت للرولز الرولز بتاعت المينتنس انجينير هتلاقي كلها مرتبطه بالاكشن. طبعا في تداخل بين المينتنس والريلايبيليتي، الريلايبيليتي برضو ليه ريسبونسابيلتيز ثانيه، لكن بينهم تداخل كبير. الريلايبيليتي انجينير هو راجل بيكون شاطر في الداتا اناليسز، الراجل بوظيفته ان هو بيجمع داتا وياخد الداتا بتاعت الفيلير دي ويقعد بقى يلعب فيها ويقلب فيها ويطلعها في فورمات تبقى مفهومه عشان نقدر ناخد بعد كده فيها قرار عشان نعمل مثلا ريديزاين او نعمل ديسيشن او ناخد ديسيشن. فهتلاقي دايما الريلايبيليتي انجينير هو مهندس، هتلاقي دايما مرتبط بكلمات معينه. ايه الكلمات ديت؟ كلمه ريديزاين، كلمه اناليسز، كلمه ميكنج ديسيشن. هتلاقي دي الكلمات اللي هي مرتبطه دايما مع المهندس بتاع الريلايبيليتي. شغلته في الحقيقه من الشغلانات اللي هي بتحتاج يعني ايه زي ما تقول كده ايه دماغ، يعني بص لو انت حبيت تقول كده ايه المخ والعضلات، بتلاقي ان المخ اكتر للريلايبيليتي والعضلات اكتر لبتاع المينتنس. الاثنين هو تيم واحد، والاثنين بيكملوا بعض، والاثنين ممكن يقوموا بشغل بعض، لكن حسب المؤسسه. يعني من الناس اللي هي مرتباتها محترمه جدا الريلايبيليتي انجينير، لان هو اصلا بيبقى قليل، لانه لازم يكون شاطر في الداتا، شاطر في الداتا والاستاتستيكال، وبيعرف يتعامل مع الداتا، عشان هو في الاخر هو مطلوب منه ان هو ياخد قرار، مطلوب منه ان هو يقول نعمل ريديزاين هنا او نغير هنا. انت بالظبط انت ممكن تبقى انت ريلايبيليتي انجينير لو انت مثلا عندك جايب عربيه وقلت ايه انا هغير المساعدين دي، هجيب مساعدين ايه هي مثلا صيني مثلا، وهجيب مساعدين مثلا ياباني مثلا، فاهمني؟ انت كده ريلايبيليتي في نفسك، انت فاهم؟ طيب الداتا طبعا اللي هو بيجمعها والكلام ده كله، في حد بيسالني بيقول لي ايه علاقه الداتا يعني ايه الداتا؟ هي الفيلير داتا، يعني انا بشوف بجمع الكونديشن مونيتورنج، يعني اي داتا بتتجمع عن طريق السنسورز. يعني انت مثلا لو انت عندك مثلا زيت مثلا وانت بتجيبه تعمله اناليسز، فدي اسمها داتا. لو انت مثلا بتعمل انسبكشن باسلوب معين، فدي اسمها داتا. لو انت حاطط سنسورز بتقيس درجه حراره او بريشر، دي اسمها داتا. لو انت عندك داتا بمواعيد اللي حصل فيها فيلير، دي اسمها داتا. كل دي اسمها داتا خاصه ب
خاصه بمهندس الريلايبيليتي اللي هو بيستخدمها عشان يعمل ريديزاين وعشان يعمل وعشان يعمل ياخد ديسيشن. ايه انواع القرارات اللي ممكن ياخدها المهندس الريلايبيليتي؟ ممكن ياخد قرارات مثلا في ان هو يحدد الفتره بتاعه البيرن ان. طبعا انا عارف ان في ناس هنا مش فاهمه يعني ايه البيرن ان، هشرحها كمان شويه او اقولها لك بسرعه يعني ايه، بس دي حاجه خاصه بيه فتره الايه الضمان، او يحدد برضو فتره الضمان. يعني مين اللي بيحدد مثلا العربيه دي ضمانها 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين؟ ده مهندس الريلايبيليتي. مين اللي بيحدد المنتج ده ضمانه في طول الحياه؟ يعني انت مثلا لما بتجيب مثلا خلاط اللي هو ايديل ستاندر مثلا، او الحاجات اللي هي بتاعت خلاطات الميه ديت، يقول لك ايه ضمانها مدى الحياه. لما في مثلا شنط مثلا مشهوره قوي بتتباع، شنط اللي هي باك باك ديت بتحط على الظهر، في شنط مدى الحياه. طب مدى الحياه ليه؟ مدى الحياه ليه؟ الريلايبيلتي انجينير هو اللي بيقول يا جماعه احنا ممكن نضمنها مدى الحياه، ممكن نضمنها مدى الحياه. السبير بارتس كواليتي تشينج كونسيدر از ريديزاين. طبعا لو انت وطبعا في حد بيسالني هنا بيقول لي هو السبير بارت ممكن تعتبر في الريديزاين؟ لو انت هتغير في الريديزاين، يعني لو انت بتغير مجرد تغيير، لا ده طبعا مش ريديزاين. بس لو انت غيرت قلت لا احنا مش هنستخدم البارت دوت، احنا هنستخدم بارت غيره او بارت ثاني، طبعا ده ريديزاين، وده ممكن ياثر على الريلايبيليتي يا باشمهندس عبد الرحمن، عادي ممكن يرفعها طبعا. من القرارات اللي ممكن ياخدها برضو اللي هو الاوبتيمال بريفنتيف ريبليسمنت، يعني امتى نغير بالظبط. دي قرارات بياخدها الريلايبيليتي انجينير حسب ديتا، حسب اناليسيس معينه. ممكن برضو هو برضو بيحدد ريدندنسي اللي هو ايه، يعني انا مثلا عندي مثلا اثنين مثلا كومبرسور جنب بعض، يا ترى احط اثنين ولا احط واحد بس؟ يعني دي بيسموها ريدندنسي او بيسموها سويتشنج اوف، يعني احط اثنين ولا احط ثلاثه ولا اعمل ايه يعني عشان تبقى هاي ريلايبل مثلا. زي بالظبط كده الناس اللي هم بتوع بيشتغلوا في الفاير فايتنج، لما بيجي بيحط بامب واحده كهرباء صح، وبيحط واحده ديزل جنب بعض، بيحطهم الاثنين، ده اللي بيعمله ان هو بيرفع الريلايبيليتي، بيعمل حاجه اسمها ريدندنسي، ان لو دي ما اشتغلتش دي تشتغل. زي بالظبط لما انت تخش عماره وتلاقي فيها اسانسيرين، كل الكلام ده اسمه ريدندنسي او بيبقى هاي ريلايبيليتي، ان انت بيبقى عندك دايما ستاند باي او عندك ممكن تعمل سويتشنج في اي لحظه. طبعا انك انت بقى تقلل فتره الضمان، تقلل فتره الضمان، وانك انت حتى في غير كمان فتره الضمان، في حاجات تانية انت ممكن تعملها كمهندس في ريلايبيليتي. انت ممكن تساعد الكواليتي انجينير بتاعك، يعني انت ممكن برضه الريلايبيليتي بيساعد الكواليتي انجينير، واقول لك ازاي دلوقتي. ممكن كمان ان هو يعمل اوبتمايزنج للريلايبيليتي جولز، يدخل لها بزنس جول، يعني يخلي احنا هنكسب قد ايه، يعني لو احنا عملنا كذا، لو غيرنا كذا نكسب قد ايه. زائد طبعا هو مسؤوليه كامله عن الكاستمر ساتسفاكشن، ومسؤول عن لازم هو يبقى الناس مبسوطه بالحاجه دي. هو مسؤول عن سمعه الشركه، الريبيتيشن بتاع الشركه. هو مسؤول عن الريبيت بيزنس، ان انا اروح اشتري منك تاني. انا ايه لما انا يحصل لي ساتسفاكشن وانت سمعتك كويسه، فانا هضطر ان انا مش هضطر بقى الواحد كده اوتوماتيكي هتلاقيني بشتري منك تاني. طبعا انا بشرح في حاجه، واحد يقول لي ايه واحنا هناخد الماده العلميه؟ طبعا مش عارف يا جماعه، مش عارف، بحس ان انتوا بايه بتفصلوني مش عارف ليه، او في ناس بتحب تفصلني مش عارف ليه. هديك الماده العلميه، حاضر هديك دي. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان احنا مش بنبخل على حد بحاجه، واي حد عاوز حاجه احنا نديها. فانت حاضر هديك البي دي اف دوت، حاضر انا ايه في شيء. فالفكره كلها تبقى انت يعني اسالني اسئله في اللي انا بقوله، ها ما تدوش بس انت ايه، انت اكلت ايه النهارده، اسالني في اللي انا بتكلم فيه. ماشي يا حماده؟ طيب فالفكره كلها تبقى انت عارف ايه هي الايه، ايه هي المهام. طبعا لحتى هذه اللحظه انا متاكد ان في ناس قاعده مش فاهمه برضو الريلايبيليتي انجينير بيعمل ايه، لان الناس كلها فاهمه ان هم مينتننس انجينير. يعني انا برضو لحد فتره كبيره، لحد انا ما سافرت وخدت دكتوراه في المجال، اول ما كنتش فاهم ايه الفرق بين الريلايبيليتي والمينتننس، يعني هو بيعمل ده ايه وده ايه. الريلايبيليتي انجينير برضو ممكن تشوف كده تعريف له ظريف، يقول لك الريلايبيليتي انجينير ده واحد، بص كده اقرا الكلام ده، التعريف ده ظريف قوي، هو بيستخدم البرودكت لايف ديتا، اي ديتا خاصه بالبرودكت او الاسيت بتاعته، عشان يحسب البروبابيليتي او القدره بتاعه الكومبوننت بتاعته ان هي بيرفورم. بص بيرفورم فانكشن، بص فانكشن فور ديزايرد ايه بيريود، يعني ايه بيريود؟ يعني تايم صح صح، وزود فيلير ان سبيسيفيك ايه انفايرمنت. بص كده، بص 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 كده، بص 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 كده، بص الحلاوه، بص الحلاوه. ريلايبيلتي انجينير بيعمل ايه؟ بيجمع ديتا،
وبيعمل لها اناليسز. ليه؟ عشان يتاكد او يحسب الاحتماليه. بص اهي، بص اهي، احتماليه ان هي بيرفورم الفانكشن بتاعتها لتايم معين في سبيسيفيك كونديشن. تقول لي ما هو ده التعريف اللي انت قلته بتاع الريلاتي من شويه، ما هو ده التعريف فعلا، هو ده التعريف فعلا. واحد بيقول لي انا ايه، انا اشتغلتها والله بس ما كنتش فاهم ايه هي وانا بشتغل من 3 سنين، عادي ما فيش مشاكل. واحنا وظيفتنا هنا اللي احنا بنحاول نصحح المفاهيم عند الناس. انا كنت بدي محاضره من كذا يوم في شهاده اسمها السي ام ار بي، وكان في معايا ناس مهندسين مينتنانس بقى لهم سنين. كنت بشرح حاجه كده ظريفه، فقالوا لي احنا بنعمل الكلام ده من سنين باسلوب مختلف وهو غلط، فاهمني؟ فاحنا وظيفتنا اللي احنا بنعمل ايه، اللي احنا بنحاول نغير فكر الناس. ما هو ايه فايده التعليم؟ ايه فايده انك انت تتعلم حاجه؟ انك انت تحاول تغير فكر الناس حواليك. انت دلوقتي اتعلمت حاجه، حاول تنشرها، لان في اولد يعني في بص في رونج بيليفز ورونج بيزكس في موضوع المينتنانس والريلابيليتي، زائد ان مفيش حد بيلجأ لموضوع المينتنس. كل الناس بتاخد المينتنس والريبيلتي اكسبيرينس بس بالخبره، وده غلط. المينتنس ده علم كبير والريبيلتي علم كبير جدا، لو احنا استفدنا بيه ممكن نحقق ارباح وهميه للشركات. يا تويوتا، هو العربيات الياباني يعني هي اخترقت العالم ازاي؟ ليه هي العربيات الياباني فتره الثمانينات والتسعينات، تويوتا كورولا دي في الثمانينات دي في الخليج كانت حاجه كده ايه زي كده الايه الذهب. ليه؟ لانها رلايبل كار. هم لعبوا على حته الرلايبلتي. اول ناس اتكلموا في الرلايبلتي هم اليابانيين، اول ناس اتكلموا في التوتال كواليتي مانجمنت هم اليابانيين، اول ناس اتكلموا في التوتال برودكتيف مينتنس هم اليابانيين. حتى تلاقي كتاب اسمه فايف ويز، اللي اسمه يا ربي مش متذكر، تويوتا ويز، تويوتا واي، يعني تويوتا عملت ايه عربيه اللي هي، يعني في كتاب كده محترم بيشرح الموضوع دوت ظريف. في كتاب تاني برضو حلو قوي بيقول لك ايه ذا ماشين ويتش تشينج ذا وورلد، كتاب برضو محترم قوي بيتكلم عن موضوع ازاي هم استخدموا اللين مينتنس واللين مانوفاكتشر والكلام ده كله. فطبعا الناس دي يعني ما تحسبش للناس اللي احنا بنقول على كوكب اليابان او الكلام ده وكده اعتباطا، لا، الناس دي فعلا تعبت في هذا المجال، لان هي قدرت تخترق الاسواق عن طريق الريلايبيليتي، ان هي بتقدم حاجه مور ريلايبل. انت لما تيجي تشتري حاجه انت عاوز تشتريها ريلايبل، انا عاوز اشتريها تعيش سنين، هو ده اللي انا عاوز، ان هي تؤدي وظيفتها في هذه السنين، وطبعا في كونديشن محترمه. يعني انت ما تجيبش عربيه ملاكي وتطلع لي بيها الجبل وتقول لي ده مش ريلايبل. ايوه، ما انت كونديشن، هي مصممه على ايه؟ على سبيسيفايد انفايرمنت، سبيسيفيك كونديشن. فالتعريف ده تعريف جميل وانا بحبه. لو انت حتى هذه اللحظه واحد بيقول لي انا اصلا ما كنتش عارف ان انا شغال في الكلام ده، مش عارف الكلام دوت، عادي، هو الدنيا ان احنا نتعلم. لو انت حتى هذه اللحظه مش فاهم التعريف، فانت ممكن ايه، بص بقى الجمال، الحته كلها بتاعت لو انت فهمت البرودكت لايف ديتا دي او اللايف سايكل بتاع البرودكت، انت هتفهم اللعبه كلها، انت هتفهم اللعبه كلها. فالفكره كلها الفكره كلها في طبعا حد هنا بيتكلم على الكتاب اللي هو ماشين ذات تشينج ذا وورلد، كتاب جميل جدا، طبعا كتاب جميل جدا. واحد تاني بيقول ار ذير از ايزو ستاندرد فور مينتنس اند ريبيليتي، طبعا في ايزو ستاندرد للمينتنس والريبيليتي، طبعا الايو في ايزو حاجات كتير، وفي حاجات خاصه بالانسبكشن. طبعا انا بجاوب على الناس يا جماعه وانا بتكلم، في حاجات خاصه بالانسبكشن وليها ستاندرد وكل الكلام ده كله. لكن سيب بس انا في الاخر المحاضره هقول لك انت ازاي تسلك نفسك وازاي تفهم موضوع الايه الستاندرد والكلام ده كله. فانت حتى هذه اللحظه لو انت مش فاهم موضوع الريبيليتي انجينير بيعمل ايه، هو الريلايبيلتي انجينير هو بيلعب في اللايف سايكل، في اللايف يعني حياه الاسيت. حياه الاسيت بتمر بشويه مراحل. طبعا الكيرف اللي انت شايفه قدامك ده هو ده حاجه بيسموها الباست اب كيرف، وده احدى الباترن اللي بتمر بيها الاسيت. ايه الباست اب كيرف ده؟ اول حاجه هم سموه باست اب كيرف عشان هو منحنى بانيو زي البانيو بالظبط. وفي مرحله بتبقى في الاول خالص اللي هي اسمها ايرلي 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 فيلير، اللي هي بتحدث لما انت تكون شاري حاجه جديده ويحصل لها فيلير، زي بالظبط كده لما تكون جايب عربيه زيرو وتحس ان تيجي تركبها اول مره ما تدورش او يحصل فيها مشاكل. ده في مع كل ما التايم بيمشي شويه الفيلير ريت بيقل او الهازارد ده بيقل، بيقعد يقل 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 لحد ما يخش في مرحله تانية اسمها اليوسف اللايف. طبعا الحته دي في العربيات مثلا انت ممكن تقول ان هي عند حوالي 10,000 كيلومتر تقريبا، دي اخطر حته في عمر السياره مثلا. الحته دي بيبقى الفيلير عالي ويقعد يقل 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 لحد ما تخش في اليوسف. طبعا الحته دي برضو مرتبطه بعمر الانسان،
فتلاقي ان الاطفال الصغيرين عرضه للوفاه. يعني ايه؟ لو مثلا جه مثلا لحد مثلا 15 سنه، فتلاقيه مثلا ايه من 15 مثلا ل 60، هي دي الفتره بتاعت اليوسف اللايف. فوق ال 60 بيحصل له وير نتيجه للايه؟ للتايم، بيحصل بقى مشاكل والكلام ده كله. ونفس الكلام للمنتج برضه، بيحصل له مشاكل بعد ايه؟ بعد فتره معينه بيحصل له مشاكل. لو انت بصيت للثلاث مراحل دول، الفيز دي بيسموها الفيز الاولانيه، والفيز دي بيسموها الفيز الثانيه، والفيز دي بيسموها الفيز الثالثه. الثلاثه فيز دول موجودين في حياه المنتج او حياه الاسيت، بس مش كل الاسيت بتمر بيهم. في اسيت بتبدا من هنا على طول، بتاخد الثانيه والثالثه بس، وفي اسيت بتاخد الثالثه بس، وفي اسيت بتاخد الثانيه بس، وفي اسيت بتاخد الاولى والثانيه والثالثه وهكذا. فكل واحده من دول يعني مش كل الاسيتس بتاخد بنفس المراحل دي، لكن كل مرحله بيبقى ليها قصتها وليها حكايتها. وظيفه مهندس الريلابيلتي ان هو يلعب في الكيرف ده. يعني لو قلت لي انت مهندس الريلابيلتي بيعمل ايه، اقول لك الريلابيلتي انجينير بيحاول يغير الكيرف ده، بيحاول يغيره. لو قدر يغيره طبعا بيغيره عن طريق الريديزاين، لو قدر يغيره يبقى هو كده مهندس ناجح. يغيره يعني ايه؟ يعني مثلا ما يخليش الكيرف يبدا من هنا، لا يبدا كده مثلا، يعني يخليه مور فلاتر، يعني هو يحاول ينزله، او ما عرفش ينزله يقلل الفتره دي، يعني يخلي الحته دي تيجي هنا، تيجي تبدا كده مثلا، يعني يجيب الخط دوت كده شويه، او ينزل ده شويه، يعني يغير في الحته دي، يعني يحاول يهرب من الجزء ده. الجزء ده احنا بنهرب منه كمهندس ريلايبيليتي في حاجات كتيره قوي. طبعا ممكن اول حاجه، اسهل حاجه لو انت مش قادر تغيره، بيعملوا حاجه اسمها البيرن ان، ان هم بيشغلوا المنتج عندهم لحد ما يتاكدوا من المرحله دي. ودي كانت شركات زي مرسيدس بتعمله، ان هي بتحاول تعمل البيرن ان دوت جواها عندها في مصانعها قبل ما تخرج المنتج، بحيث المنتج يخرج هنا، بحيث ان هو يتاكد ان هو مش هيحصل اعطال في بدايه التشغيل. لو انت ما قدرتش تغير في بتعمل موضوع البيرن ان دوت، انك تحرق شويه في الاعطال دي، ففي الحاله ديت انت مضطر بقى انك انت ترجع. يعني بيشغل العربيه، بيشغلها، يعني بيشغلها عنده شويه، يعني هو ايه، بيشغلها بدون عداد، يعني بيحرك، بيشغل الموتور شويه، بيشوف كل حاجه تمام، بيتاكد ان مفيش، لا عادي يعني، مش سؤال غبي، مفيش سؤال غبي ولا حاجه، اسالني زي ما انت عارف. يعني بيتاكد ان هو مفيش اعطال. يعني الحته دي بتكون ناتجه عن ايه؟ عيوب صناعه، عيوب انستليشن، عيوب في الكواليتي. يعني ممكن الريلابيلتي انجينير يرجع للكواليتي يقول له انت في كواليتي كنترول، انت عندك مشكله، انت بتخرج لي اجزاء بتتركب فيها اخطاء مثلا. ممكن تكون عيوب في السبلاير. عشان كده الناس اللي هي بتدرس شهاده اسمها السي ار اي، في شابتر بيتكلم عن حاجه اسمها ريلابيلتي، سبلاير ريلابيلتي، ازاي السبلاير يقدم لنا حاجه محترمه. يعني ايه ريلابيلتي بتاع السبلاير بتاعك؟ بيضحك عليك يعني؟ يعني بيقدم لك في الاول حاجات كويسه، وبعد كده بعد شويه يقوم جايب لك حاجات بايظه. لو عمل كده، بص كده الريلابيلتي بتاعته بتقل، بتاعت السبلاير. انت متخيل؟ زي ما انت بالظبط كنت قاعد بتذاكر في اول السنه، ليك انت ايه مشدود وعاوز ايه، تقول لك انا ايه، انا هطلع الاول على الدفعه، انا هبقى متفوق، انا هاخد اعتمادات اليومين دول، انا هكسر الدنيا، فتبقى انت فوق هنا. لو انت استمريت على كده، فده معناه ان انت مور رايبل، يعني يعتمد عليك. اما انت لو انت ايه اسبوعين وقمت انت واقع في الارض، فاهم انت، او ايه كسلت، فانت مش رايبل، لانك انت بتنزل بالكيرف. فدي اسمها بقى ستودنت ريلايبيليتي، او مثلا او ايه او 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 ترينير ريلايبيليتي، او انجينيرنج، انت يعني كشخص. المهم يعني، فالفكره كلها اللي انت لازم تبص عشان تحرق المنطقه دي، تبص للسبلاير، تبص للكواليتي، تبص للبروسيس، تبص للانستليشن، بحيث اللي انت تغير في شكل هذا الكيرف. طبعا الحته الاولانيه ديت يعني لا يفضل فيها اي نوع من انواع الصيانه. يعني هنا اللي بيعمل صيانه هنا هو يعني ايه، واحد مش فاهم حاجه خالص. هنا في صيانه، هنا ما ينفعش تعمل هنا بريفنتيف مينتنس خالص. انت ممكن ترقبها بس، لان هي بتنزل اصلا، هي بتنزل. فانت لو انت ما عندكش حل تاني، لو انت عملت صيانه انت بتستعبط، سوري يعني في الكلام. ليه؟ لانك هي بتنزل، تقوم انت عامل لها صيانه، تقوم مرجعها تاني للانيشال ستيت وهكذا. يعني انت كده بتصرف فلوس عشان تبوظ المنتج. فاللي بيعمل صيانه في الحته دي هو مفيش، يعني ده كلام هبل. يعني انت اول 10,000 انت بتغير زيت وفلتر بس، مفيش حاجه صيانه. ايه؟ مفيش صيانه هنا، مفيش صيانه بتعمل، ولا في ريبليسمنت بتعمل، انت بس بتراقبها بس. اول ما بتخش هنا دي اسمها اليوسف اللايف. اليوسف اللايف دي بقى هي الحياه اللي هي بتاعت المنتج او الاسيتس، هي دي الطبيعي بتاعها. لو انت لاحظت هنا هتلاقي ان الفيلير ريت ماله، ها، ثابت ولا بيتغير؟ بص عليه كده، يلا قولوا كده عشان اعرف انتوا سامعيني وفاهمين انا بقول ايه. الفيلير ريت هنا في اليوسف اللايف ايه، ثابت ولا بيتغير؟ كونستنت ولا بيتغير؟ الناس اللي سامعاني، برافو، ناس كتير سامعاني، ما شاء الله. كام بقى، ثابت ولا بيتغير؟ ها، ثابت. طب هو ثابت يعني ايه؟ ثابت ليه؟ ثابت ايه اللي ثبته؟ هي المرحله دي بتبقى فيها الراندوم فيلير، يعني مفيش فيها قوانين.
يعني انت مثلا عندك ايه 15 سنه 20 سنه 25 سنه عادي تلاقي كده يعني ايه راندوم فيلير بيجي لك ايه يعني حاجات كده راندوم. تقول لي طب ومهندس الريلابيلتي يعمل هنا ايه؟ مهندس الريلابيلتي هنا وهو نجم بيحاول ينزل ده هنا بينزل الكيرف ده كده يعني بينزل تحت خط لانه بيقلل فيلير ريت اهو يقعد ينزل تحت لو يقدر ينزل تحت ينزل يبقى هو نجم. طب هينزل تحت هنا ازاي؟ يعني يقدر ينزل هنا ازاي؟ مفيش حل الا ريديزاين. لازم اعمل ريديزاين في الحته دي يعني شوف ايه كل بقى يحط حاجات ريلايبل اكتر فينزل تحت اكتر هنا. يبقى المنطقه اللي في النص دي يتم التغيير فيها عن طريق الريديزاين صح. طب يتعمل فيها صيانه؟ ما يتعملش فيها صيانه برضه. تقول لي يعني ايه؟ ما يتعملش فيها صيانه يعني ايه؟ يعني هنا عشان تعمل صيانه لازم تبقى بريدكتيف يعني كونديشن يعني تحط سنسور بس. كنت بس كونديشن بس. كونديشن بس. تقول لي يعني كونديشن يعني ايه؟ يعني تروح تعمل عليه كده ايه كل سنه تعمل تحاليل وبتاع وكده يعني تعمل تشيك على نفسك بس كونديشن. تقول لي يعني هنا مفيش اي ريبليسمنت؟ مفيش. تقول لي ازاي ده احنا في بنعمل ريبليسمنت؟ غلط. امتى الريبليسمنت تخش البريفنتيف؟ امتى؟ لو انت عاوز تغير في الوير اوت بس لما 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 العك يرتبط مع الزمن بيطلع مع الزمن هنا تخش بريفنتيف مينتنس هنا تغير. ان يعني كل ما يجي يطلع الكيرف انت تنزله يطلع تنزله يعني الكيرف ده تنزله يطلع تنزله. ده اسمه ده اسمه ده اسمه البريفنتيف مينتنس. يبقى انا هنا كمهندس مهندس لازم اكون فاهم اني انا مش اي وقت اعمل بريفنتيف مينتنس وده خطا شائع يا جماعه يعني ايه بيسموها رونج بليفز. انت عارف انت كده طبعا في اسئله انا هرد عليها حاضر بس صبروا عليا. انت عارف كده لما انت بتخش مثلا ايه الجيم مثلا وتلاقي مثلا اي واحد عنده مثلا 70 سنه وبيجري بتلاقيك مستغرب قوي ليه؟ لانك انت في ذهنك كل ذهنك مرتبط بالزمن ان كل ما الواحد بيكبر ده معناه ان في مشكله عنده كل ما الحاجه تقدم ده في مشكله عنده يعني. فطبعا ده مش حقيقه يا جماعه. في منتجات كتير جدا وفي معدات كتير جدا مش مرتبطه بالزمن مش مرتبطه بالزمن. يعني انت ما بتعملش بريفنتيف مينتنس الا لما تكون المعده او الاسيتس مرتبط بالزمن فقط لما يكون الفيلير ريت بيطلع. واحد دلوقتي بيقول لي طب في سوفت وير؟ اه طبعا في سوفت وير طبعا في سوفت وير بيعمل الكلام ده كله يعني انا اصلا شغلي كان كله في الحاجات دي اللي انا برسم ده بيترسم اصلا يعني ده ده كده اسمه الهازارد بيترسم وبعد ما يترسم بتطلع انت الاوبتيمال ريبليسمنت انك انت تغير تعمل بريفنتيف امتى. كل الكلام ده بيتم عن طريق برامج. مفيش انا ما اقدرش واحد بيقول لي طب هاو لونج از ايرلي فيلير مش عارف ايه حسب المنتج حسب المنتج كل الايريال فيلير ده حسب المنتجات حسب النوع المنتج وحسب الريلايبيليتي. فين الاناليسز؟ فين الداتا اللي عندك؟ تديني داتا انا اقول لك تعملها ازاي او انت ازاي انت تعمل الكيرفات دي وازاي تلعب فيها. طبعا طبعا ال ال عشان نفضل فتره ايه البرو اكتيف مينتنس المفروض نعمل يوسف اللايف انترفال اطول يوسف اللايف انترفال. طبعا شريف بيتكلم كلام وطبعا ظريف وكل حاجه بس انا عاوز اوضح حاجه. البرو اكتيف مينتنس هي اي مينتنس يعني يمكن اطلاق عليها اي مينتنس بدون الامبلاند يعني ايه بدون الكوركتيف يعني ايه ادام انت بتعمل اي لان كلمه برو اكتيف يعني ايه بص حاول تفهم يعني بص كلمه بريفنتيف معناها ايه الصيانه المانعه او الصيانه يعني ايه يعني ممكن تقول عليها صيانه الايه الصيانه الوقائيه ان انت بتحاول تبريفنت المينتنس. اللي بقول بريدكتيف مينتنس هي الصيانه الاستباقيه يعني انت بتعمل حاجات صيانه توقعيه يعني تتوقع. كل بقى البريفنتيف مينتنس والبريدكتيف مينتنس والكلام ده كله اسمه برو اكتيف اللي هو استباقي اسمها بيسموها الصيانه الاستباقيه. فانت لازم تكون عارف فرق الالفاظ. فالبرو اكتيف البرو اكتيف مينتنس جواها البريدكتيف. فانت هنا في الحته دي كده الحته دي كده انت ممكن تعمل بريدكتيف مينتنس صح صح. ما هي بريدكتيف مينتنس؟ هي كونديشن بيزد مينتنس اللي هي عباره عن سنسورز وحاجات كده. بس هنا ما ينفعش تعمل بي ام. لو عملت بي ام غلط. لو عملت هنا بي ام غلط. البي ام هنا بس. والكلام ده يا جماعه انا عارف ان هو ممكن يكون ضد الناس بيعملوه بس انا بقول لك الصح هو ده الصح هو ده اللي ممكن يوفر فلوس كتيره جدا للاورجنايزيشن. ولو انت عملت احصاءات بسيطه هتلاقي ان كميه الفلوس اللي انت ممكن توفرها رهيبه. يعني احنا بنعمل ساعات اناليسيس وكيس ستاديز حاجات فلوس بتوفر كتير جدا بنوفر فلوس كتير جدا. طبعا عشان انا ما اوجعش دماغكم لان الكلام كتير قوي في الموضوع دوت وده الباستاب كيرف دوت ده باترن من وسط الباترنز كتير. لكن انا عاوز اوضح لك ايه السؤال اللي اتسال في الاول احنا المفروض الاورجنايزيشن تجيب مين او تهاير مين تجيب مين اكتر. في الحقيقه موضوع الهايرنج ده حسب الايه حسب الماتوريتي بتاع الاورجنايزيشن يعني هل الاورجنايزيشن دي كبيره ولا اورجنايزيشن على قدها. لو هي على قدها هو بتاع المينتننس هو اللي بيعمل الايه هو اللي بيعمل الريلايبيليتي وهو اللي بيصلح بايده وهو اللي بينظف الشركه.
يعني انت فاهم يعني ايه، ودي البهدله اللي موجوده في موضوع المينتنس. ليه هو بيعمل كل حاجه؟ يقول لك انا مينتنس انجينير وبعمل كل حاجه في الدنيا، هو اللي بيعمل بلاننج وسكادولينج وبينزل بايده، وهو اللي بيجيب يجمع الداتا. طبعا ده كلام مش صح، مش خطا. ليه؟ لانك انت بتعمل وظائف كتيره جدا في ودي مش وظيفه المينتنس انجينير. لو انت عاوز تفصل بينهم، الريلابيلتي انجينير يا جماعه دوت ده راجل بتاع سستين الفيوتشر، راجل خاص بيه، بيحدد بقى زي ما قلت لك الضمان، وبيحدد سمعه الشركه والكاستمر ساتسفاكشن. وهتلاقي بتاع الريلابيلتي انجينير اكثر ارتباطا من بتاع الكواليتي. يعني دايما الكواليتي انجينير، الكواليتي والريلابيلتي تلاقيهم ايه، ماسكين في ايدين بعض، والمينتنس والاوبريشن ماسكين في ايدين بعض. يعني دايما هتلاقي بتاع الريلابيلتي قريب اكتر من بتاع الكواليتي، وبتاع المينتنس قريب اكتر من بتاع الاوبريشن. فدايما بتاع الريلابيلتي مرتبط اكتر بالفيوتشر، وبتاع المينتنس مختبر اكتر بالاكشن والاعطال والكلام ده كله. انت بقى تجيب مين او تشتغل فين؟ انت لو انت سيرتيفايد، او معنى اخر لو انت اهتميت فقط بالريلابيلتي انجينير وماسترنج وات يو ار دوينج وفاهمها كويس، فانت تشتغل فقط في مؤسسه بتدور على عندها الريلابيلتي ديبارتمنت وعاوز الريلابيلتي انجينير. انت بتحب المينتننس وبتحب التكنيكس والكلام ده كله والكونديشن بيزد مينتننس والكلام الجميل ده، فانت بتشتغل مينتننس انجينير. لو انت في شغال في سمول اورجانيزيشن، لو حاجات شركات صغيره، السبليتنج هنا مش موجود، مفيش سبليتنج، هتشتغل مينتننس وتشتغل ايه ريلابيلتي، لان هو اصلا مفيش قسم للريلابيلتي وقسم للمينتننس. اخر حاجه انا بقى عاوز اقولها لك، لو انت عندك اسئله ارد عليه، الطب بتاع السيرتيفيكتس في المينتنس والريلابيلتي، الطب هو السي ام ار بي، دي في الصيانه، ودي اللي بيقدمها الاس ام ار بي، ودي هي الشهاده الوحيده المعتمده من انسي، وطبعا هي دي واو. يعني في ده فين؟ في مجال الصيانه فيها جزء ريلابيلتي طبعا، لان يعني بص سيرتيفايد مينتنس ريلابيلتي بروفيشنال، لكن الجزء الريلابيلتي بتاعته صغير قوي. لو انت عاوز تبقى ريلابيلتي انجينير واو، فانت ممكن تاخد شهاده اللي هي السي ار اي، اللي هي سيرتيفايد ريلابيلتي انجينير، ودي اعلى شهاده في ريلابيلتي، وشهاده مقدمه من الاي اس كيو. الاي اس كيو طبعا يعني زي ما هو بيقول على نفسه ذا جلوبال فويس اوف كواليتي، هو ده يعتبر اقوى مؤسسه في العالم في موضوع الكواليتي والريلابيلتي. عندها حوالي 20 شهاده، طبعا دي شهاده من الشهادات بتاعتها بتاع السي ار اي، لكن طبعا حصول عليها شهاده محترمه جدا وقويه جدا، واللي بيحصل عليها هو ريلابيلتي انجينير قوي. لو انت عاوز تفهم اكتر الحاجات دي سعرها ازاي وعامله ايه، يعني قصدي كوظيفه ان انت ازاي يبقى مرتبك عامل ازاي، او الشركات اللي هي بتدور، خش انت على جوجل اكتب ريلابيلتي انجينير سي ار اي، او خش على جوجل اكتب سي ام ار بي انجينير او سيرتيفايد مينتنس اند ريلابيلتي انجينير. الريلابيلتي انجينير يعني انا شفتهم اكتر، يعني طبعا مرتباتهم عاليه جدا، وفي نفس الوقت يعني بصراحه بيبقوا كلهم المخ، يعني ده المخ بتاع الشركه، اللي هو بيوجه الكواليتي وبيوجه الديزاين ديبارتمنت وبيوجه المينتنس. المينتنس السي ام ار بي من الشهادات القويه جدا في المجال. ولو انت عاوز تبدا، طبعا انا انصحك انك تبدا بدي الاول، وبعد كده تاخد دي اللي هو الترتيب الطبيعي، انك تاخد اول حاجه السي ام ار بي، لان السي ام ار بي فيها جزء ريلابيلتي محترم صغنن كده، لكن السي ار اي شهاده اكبر وفيها ديتيلز اكتر عن الريلابيلتي انجينير. وانس انك انت تعرف، طبعا لما تعرف القوه بتاعتهم هتعرف انا بتكلم فيه. فانت ممكن انت تخش تسرش يعني مع نفسك كده على جوجل، اكتب سي ام ار بي سيرتيفايد، او سي ام ار بي سي ام ار بي انجينير، او اكتب جوب سي ام ار بي، فهتلاقي الايه الشركات اللي هي بتطلب ناس سي ام ار بي، والشركات اللي هي بتطلب سي ار اي. اللي انا بتكلم فيه دوت هتلاقي الناس اللي بتتكلم فيه ناس قليله، لكن في الحقيقه هو موضوع ظريف، وموضوع يعني في فلوس حلوه، يعني في مستقبل كويس للناس، حتى لو حد عاوز يعمل كارير شيفتنج او حاجه. زائد ان هم ما بيعتمدش على التخصص، يعني انت ميكانيكا، مدني، انت سيارات، طيران، كهرباء، اي حاجه ممكن تشتغل ريلابيلتي انجينير، او ممكن تشتغل سيرتيفايد مينتنس ريلابيلتي بروفيشنال. وعاوز اقول حاجه ثانيه، ده يا جماعه مش لمهندسين الميكانيكا فقط زي ما الناس فاهمه، اي حد ممكن يشتغل سيرتيفايد مينتنس ريلابيلتي بروفيشنال، ملهاش علاقه. ده اسمه علم المينتنس، اسمه المينتنس مانجمنت. والريلابيلتي انجينير هو علم الاعتماديه او الموثوقيه او وات ايفر زي ما تسموها.
فهي من الموضوع مواضيع الظريفه كده. لو في حد فيكم عنده اي اسئله، انا كده قلت اللي عندي عشان بس ما اعديش الساعه، عشان انا بحب دايما السيشن يبقى ساعه. لو في حد فيكم عنده اي اسئله يكتبها بحيث ان انا اقدر اجاوب عليها، اي سؤال خاص باللي انا الكلام اللي انا اتكلمت عليه. هجاوب الاسئله اللي انا ما جاوبتش عليها لحد ما الناس تكتب. في حد بيقول كسوفت وير، في سوفت وير للريلايبيليتي، طبعا في طبعا سوفت وير كتير جدا للحاجات دي كلها، والكلام ده بيتشرح ساعات، بيتشرح في سي ام ار بي، انواع السوفت وير والكلام ده كله. في حد بيقول هل في التستنج؟ التستنج طبعا خاص بالريلايبيليتي انجينير، هو وظيفته ان هو اللي بيعمل تيستنج، هو اللي بيعمل اكسلريتد لايف تيستنج، هو اللي بيعمل كل انواع التيستنج، الهالت تيستنج، الحاجات دي كلها خاصه بالريلايبيليتي انجينير. الشهادات فين يا رب؟ في سؤال كان فوق انا سبته، هرد عليه بس. الشهاده السي ام ار بي، السي ام ار بي والسي ار اي دول شهادات دوليه زي ما وضحت لك، واه طبعا ليهم طبعا ماتيريال وليهم كورسز والكلام ده كله. انا بشرح السي ام ار بي، بشرح السي ار اي، بشرح الاثنين كسيرتيفيكتس يعني. ايه هي المده؟ سي ار اي، متى تبدا كورس السي ار اي يا دكتور؟ والله هو السي ار اي ان شاء الله، هو صلاح، انت صلاح معانا، كان معانا في السي ام ار بي صح؟ صح صلاح، صح صلاح كان معانا في السي ام ار بي، اهلا بيك حبيبي. والله السي ار اي ان شاء الله باذن الله يعني على اخر سبعه كده، على اخر سبعه كده ان شاء الله، على الشهر الجاي ان شاء الله ابدا فيها ان شاء الله. حضرتك كنت معيد بتاعنا في الجامعه في 2010، احمد حسني بيه، ربنا يبارك فيك حبيبي. طبعا مش محتاج اتكلم عن نفسي بقى، ادام انت عارفني بقى. ماشي حبيبي، ربنا يبارك فيك. السي ام ار بي، السي ام ار بي شغال اوريدي عادي، السي ام ار بي شغال عادي، مفيش مشاكل فيه حاليا دلوقتي، في ناس شغاله فيه لو حد. بس طبعا انا مش عاوز يعني ايه تبقى الموضوع يعني ايه خاص بالكورسز هنا. لو انتوا عاوزين حاجه كلموا انجينج تراكس، او كلموا اللي هم بينظموا الايفنتس، فانت ممكن تكلمهم وتسالهم على الكورسز والكلام ده كله. بس انا لو في حد فيكم عنده اي اسئله خاصه بيه اللي انا قلته، او عنده تداخل، او في مشاكل فيه، او في مشاكل في ريسبونسابيلتيز، او في حاجه مش فاهمها، انا النهارده عامل السيشن ده عشان كده، لو حد فيكم عنده اي اسئله. طيب في سؤال تاني برضو هنا كان بيقول الكواليتي، هل الكواليتي شهادات؟ طبعا الكواليتي لها شهادات، لكن كلها مع الاي اس كيو، يعني الاي اس كيو ديت مليانه شهادات فيها كواليتي كتير، يعني فيها كواليتي، فيها سيرتيفايد كواليتي انجينير برضو في الاي اس كيو. الاي اس كيو عامله حوالي 20 شهاده على فكره، 20 شهاده. هو اصلا الاي اس كيو دي اصلا يعني اكتر مؤسسه بتعمل شهادات في تقريبا في العالم، الاي اس كيو دي. واحد بيقول اهم كتب في الريلايبيليتي، والله يا حسين مش مفيش حاجه اسمها اهم كتب في الريلايبيليتي، بس هو في ريلايبيليتي هاند بوك ده كويس. لو انت عاوز في كتاب للسي ار اي، في كتاب نفسه بتاع السي ار اي سيرتيفايد ريلايبيليتي انجينير، ده كتاب اصلا موجود. في يعني كتب كتير في الريلايبيليتي، انا ما عنديش مشاكل، انا تقريبا عندي كل الكتب بتاع الريلايبيليتي، لكن في كتب كتير قوي في الريلايبيليتي، كتب كتير قوي. بس انت قصدك خاصه بالشهاده ولا بالعلم ولا ايه؟ حاجات كتير يعني. واي حد يا جماعه محتاج حاجه انا ممكن اساعده يعني. الايزو ستاندرز، الايزو ستاندرد طبعا في ايزو، بص الايزو ستاندرد دي كل حاجه ليها ايزو، كل حاجه في اي حاجه يعني. انت عندك حتى الانسبكشن ليه ستاندرد، عندك في المينتننس، البريفنتيف مينتننس ليها ستاندرد موجوده. بس انت يعني حتى التعريف نفسها، التعريف ليها ايزو ستاندرد، تعريف المينتننس، فطبعا ليها كل. بس انت مش يعني مش هتاخد شهاده فيها اسلام يعني. انت لو انت عاوز تهتم اكتر، اهتم اكتر بالشهادات دي، مش لازم تهتم بالايزو. الايزو عباره عن دش او كلام مكتوب، كلام كتير هو اصلا بيتشرح جوه الشهادات دي، بس طبعا في طبعا ستاندرد. انا مدني وبعمل ماستر في البي اي ام، في البي اي ام، ما مش فاهمه يا ايه يعني، ممكن اساعدك ازاي يعني؟ مفيش طبعا يعني، قولي لي طبعا. انا فاهم طبعا البي اي ام ايه، بس انا مش يعني ايه المساعده، اساعدك ايه؟ هو حضرتك مصر في شركه هتشتغل مثلا مهندس مدني في شغل ميكانيك، خلينا نتكلم في واقع الشغل في مصر. واقع الشغل في مصر ان هو كل حاجه داخله في بعضيها يا احمد يا سعد، وانا قلت قبل كده يا باشمهندس احمد ان مصر يعني ايه، الشركات في مصر مختلفه شويه، الكالتشر بتاعتها مختلفه، فاهمني؟ فواقع الشغل، واقع الشغل في مصر انك انت بتعمل كل حاجه يعني، فاهمني؟ فانت طبعا ايه يعني ايه قلب عيشك يعني، بص يعني هو كومبينيشن على بعضيه يعني، انت فاهم؟ حبيبي ربنا يحفظك تحت امرك، شكرا جزيلا ليك. ممكن ابدا ازاي في الفاسيلتي مانجمنت؟ الفاسيلتي مانجمنت وازاي اربطها مع البي اي ام والاوبريشن والمينتنس؟ طب كويس، السؤال كده واضح، انت قلت لي الاول في البي اي ام،
فدلوقتي انت عاوزه تتكلمي في الاوبريشن والمينتنس ويجا. لو انت عاوزه تربطي الاوبريشن بالمينتنس بالفاسيلتي، الشهاده دي فيها المينتنس والاوبريشن، يعني بتشرح فيها المينتنس، يعني الشهاده دي مكوناتها هي المينتنس والاوبريشن والريلايبيليتي والاورجنايزيشن والبيزنس. هي دي الشهاده بتاعت الايه؟ السي ام ار بي. حتى كان في حد من المتدربين معايا يعني ظريف قال لي هي الام بي اي بتاعت المينتنس او البي ام بي بتاعت المينتنس، هو كلامه صح طبعا. فدي انت ممكن تبداي بالسي ام ار بي، هتفهمك يعني ايه مينتنس، يعني ايه اوبريشن. والفاسيلتي مانجمنت او الاسيت مانجمنت هي موجوده في في شابتر عن الاورجنايزيشن موجود في السي ام ار بي، لكن لو انت عاوز الفاسيلتي مانجمنت فقط ليها شهاده لوحدها. الفاسيلتي مانجمنت ليها شهاده لوحدها لكن مش مشهوره، يعني مش مشهوره، بس الفاسيلتي ليها، الفاسيلتيز كلها ليها شهادات لوحدها. بس السي ام ار بي فيها الاوبريشن وفيها المينتنس وفيها الفاسيلتي، يعني هي ضمت كل البيلرز دي. حضرتك متمكن وشرحك ممتاز، الف شكر، ربنا يبارك فيك يا اسلام. هل الاعتماديه ممكن تتحسب لخط الانتاج ولا لمعده معينه زي المضخه المين تايم او موتور مثلا؟ بتكلم عن مؤشر يعني. طبعا بص يا عبد الرحمن، سؤالك كويس. الاعتماديه ممكن تحسب لاي حاجه، ممكن تحسب للاسيد بس، وممكن تحسب للبلانت كلها، وممكن تحسب لخط الانتاج، ممكن تحسب لاي حاجه، يعني زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص. ايه الانديكيشن بتاع الريلابيلتي زي ما انت كاتب كده؟ هو المين تايم بتوين فيلير، هو ده الانديكيشن فعلا بتاع الريلابيلتي، هو ده اللي بيتقاس بيه. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. السي ام ار بي تكلفه الامتحان كام والسي ار اي تكلفه الامتحان كام؟ السي ام ار بي $470 ده تكلفه الامتحان، والسي ار اي هو 400 برده وشويه بس مش فاكر كام، اعتقد 460 او كده. هو طبعا انا مش فاكر ليه، لاني لو انت ممبر بيختلف الارقام دي، فمش فاكر الرقم بالظبط يا حسين، بس هو في بص 400 يعني 400 بس. دي طبعا دي متاكد منها قوي، دي تقريبا كده صح تقريبا، بس هو 400 وي يعني. شهاده ايه اللي مهمه في الفارما ايه؟ فارما كوجو فارما ايه؟ فارما مش عارف ايه دي، في شغل ايه؟ مش فاهم في في المهمه في ايه الاندستري، مش فاهم قصدك اسلام يعني ايه، بس انت قصدك يعني في الانتاج، يعني قصدك في الانتاج انتاج الادويه يعني ولا ايه؟ ها في الانتاج الادويه قصدك كده، حاجه خاصه يعني بالفارما يعني. محمد جمال حبيبي وحشتني يا بروف حبيبي، والله يا جماعه انا بحس ان انا عامل شكل ايه اللي هو ايه الناس اللي ما عارف ايه، وحشتني قوي. قالوا حبيب قلبي، حبيب قلبي انت عامل ايه؟ حماده حبيبي ربنا يحفظك ده محمد جمال هنا ومحمد منير هنا، وما شاء الله الناس يعني من احسن الناس حبيبي، احسن ناس سي ام ار بي دول. محمد جمال اهلا بيك حماد. طبعا يا جماعه الناس دي بتخش هنا بتاخد فلوس عشان تقول ان هي ناجحه في سي ام ار بي. حبيبي حماد محمد لسه ناجح بقاله يومين حبيبي، ربنا يحفظك ماشي. اسلام بيقول لي الفارماكولوجي، بص يا اسلام، مفيش حاجه اسمها خاصه بالاندستري دي. انت كبص المهندس ده بيشتغل في اي حته في الدنيا، يعني انت ممكن تشتغل في اجهزه طبيه، تشتغل في مصنع بسكويت، في بترول. هو في الاخر حبيبي ربنا يحفظك، هو في الاخر هو عباره عن ايه؟ عباره عن نفس الكونسيبت. فبغض النظر على الاندستري شغال، انت شغال ايه؟ مينتنس ريلابيليتي اوبريشن، ممكن تخش في الشهاده هذه الشهادات، فاهمني؟ يعني هو ده اللي انا ممكن اقول لك عليه يعني، فاهمني يا اسلام؟ يعني مفيش حاجه اسمها ايه اللي خاص بالاندستري دي، يعني مفيش مش هتلاقي مثلا شهاده خاصة بالاندستري بتاعت مثلا ايه البسكويت، مش حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها كده، هي إيه ماكينات وكله زي بعضيه يعني. طبعا اتمنى اكون فدتكم النهارده، يعني عشان بس عندي محاضرة، اتمنى اكون فدتكم. دوت اللي قدامكم دوت دي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك ياسر شعبان، اهي سهل قوي فيسبوك ياسر شعبان على طول، وده الايميل بتاعي لو حد فيكم محتاج حاجة. وانا طبعا بكون سعيد جدا للتواصل مع الناس، ادام بنتكلم في حاجه تفيد الناس انا معاك على طول. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الماتيريال دي، لو انتم عاوزينها المحاضره دي هنزلها على جروب الواتساب اللي الناس مشتركه عليه اللي هم دخلوا الايفنت. لو انتم عاوزين تبصوا عليها بصوا عليها، ولحد محتاج حاجه انا رقم تليفوني موجود، انا طبعا رقم تليفوني متاح على طول مع الناس وموجود على جروب الواتساب. لو حد فيكم محتاج اي حاجه يتواصل معايا، اي حاجه اكاديميه يعني، بس ما يتصلش بيا يقول سعر الكورس كام. لأي حاجة أنتوا عاوزينها بقى، موضوع الشهادات والكلام ده كله كلموا انجينيرنج براكتس. أي حد محتاج حاجة أكاديمية أو أي حاجة أسئلة أكاديمية في مجال المينتنس والريلابيليتي، بكون سعيد إن أنا أرد على الناس يعني، فعلا بكون سعيد. شكرا جزيلا ليكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ومبسوط بحضور الناس والعدد كان كويس ظريف النهاردة. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في موضوع جديد إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس الجاي. لسه ما فكرتش الموضوع إيه،
لو انتوا عندكم اقتراحات اكتبوا على الصفحة عندنا الاقتراحات اللي انتوا عاوزينها في المواضيع الجديدة، وان شاء الله بإذن الله نتكلم على الموضوع تاني برضو بيهم المهندسين. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، شكرا جزيلا، وحبيبي ربنا يحفظك، ربنا على ايه، ربنا يبارك فيكم، شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة يوم الخميس القادم، وربنا بس يدينا الصحة ونقدر كل خميس نعمل هذا الايفنت يعني، وربنا يوفق الجميع. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وجزاكم الله خيرا، شكرا.